حواء وآدم بدأوا حياتهم بمشكلة كبيرة، ومن يومها والمشاكل بينهم ما بتنتهيش. لو متجوزة، لو متجوز أكيد مريتوا بالتجربة دي. مصروف البيت، الولاد عايزين يروحوا النادي، الغيرة، حماتك مجنناكي، حماتك مش عاتقاك، جوزك ساكت على طول، مراتك رغاية. تعالي تعالى، هتلاقوا الحل عندنا في أزواج وزوجات. أزواج وزوجات. أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو الأهرام. حلقتنا النهاردة هنعملها أنا وزميلي أحمد سامي متولي، وهنتكلم فيها على أمور على الزوجة لازم تعرفها دون أن يخبرها الزوج. هناك العديد من الأشياء اللي بيحب الزوج أن زوجته تعرفها عنه دون أن يخبرها بالأمر. من المفروض أنها امرأته الحبيبة، وينبغي عليها أن تكون على دراية كاملة معرفة شخصية جوزها وشريك حياتها، بغض النظر عن الظروف اللي ممكن تأخذ وقتها معظم الأحيان زي أولادها مثلا، ليبقى الحب متيقظا بين الزوجين. أول الحاجات اللي بيحبها الزوج إن الزوجة تكون عارفة إنه هو بيحبها. الراجل دايما ما عندوش الوقت المتسع ان هو يعبر دايما عن حبه لزوجته، سواء بالقول، وممكن بيحس ان ده مش ضروري ان هو يتكلم او يبوح عن حبه للزوجة نظرا لزيادة متطلبات وظروف الحياة، ولكنه ما بيبخلش في التعبير عن حبه بطرق اخرى دون الافصاح. وعلى الرغم ان المرأة بتكتفي بعناق او بكلمة لطيفة، فالراجل برضو ممكن يثبت حبه للمرأة، ممكن يشتري لها حاجة بتحبها، وممكن مثلا يساعدها في غسيل المواعين او مساعدتها في توضيب البيت، وكل دوت يعني هو بيبقى حاسس ان ده بيظهر حبه بالشكل دوت، هو بس ما بيوصلهاش كده طبعا. على الزوجة برضو يا أحمد أنها تعرف أن زوجها يشعر بالحرج عند تحدث زوجته أمام أصدقائها، يعني قد تقوم الزوجة من باب المزاح أو الفكاهة بالتحدث عن شريك حياتها بطريقة منتقدة، بحيث تنتقد في أسلوب حياته وعدم مقدرته على القيام بأمر معين وبشكل ساخر، الأمر الذي يقلل من شعور الزوج بثقته أنه الشريك الحبيب الخاص بها، ويزيد من شعوره بالخجل من نفسه. والزوج برضو بيبقى عايز يكون رقم واحد عند الزوجة يعني، فطبعا على الرغم ان الزوج بيحب تفاني زوجته في تربية الولاد وكده، لكنه برضو بيشعر، لازم يشعر ان هو مهم في بعض الاوقات او دايما يعني، فهو بيفضل ان يكون محاط باهمية اكبر من اولاده، علشان يبقى دي الاولوية دايما عند الزوجة، ويتمنى برضو قضاء بعض الوقت مع الزوجة او يخرجوا مع بعض لوحدهم بعيد عن الاولاد، عشان يشعر انه مازال مرغوب فيه، وان الامر كله طبعا دوت مفيد جدا في غرس مفهوم ان الزواج بيأتي في المقام الاول بالنسبة للزوج. حتى بالرغم ان احنا وقتنا صعب يا احمد وظروفنا صعبة جدا وبنروح متأخر، بس برضو لابد ان يلاقوا وقت لنفسه. عايزين نقول كمان ان الزوج بيبقى عايز يشعر بقدرته على توفر حياة كريمة لأسرته ولاده وزوجته، وبيحتاج الرجل أو الزوج لتفهم وضعه المادي والمالي، ودي نقطة في غاية الأهمية، والوقوف بجانبه في المحن والأزمات. فقد يتعرض مثلا الزوج لظروف تخرجه من عمله، الأمر الذي يزيد من توتر العلاقة الزوجية نتيجة لعدم تلبية جميع المتطلبات والمستلزمات اللازمة. وهنا بقى لابد أن الزوجة تبقى متفهمة جدا وواعية بأمور جوزها، حتى لا يكون هناك تحميل الزوج فوق طاقته ولومه، فهو لن يقصر في حال توفرت الظروف المناسبة أمامه. وعلى الزوجة تقبل الأمر ومحاولة التفاهم بل والمساعدة
بشكل ألطف وأعقل. وأخيرا بقى عايزين نقول إن الزوج برضو بيحب من زوجته إن هو يكون موضع تقدير، إن هي دايما لازم تقدره في كل الأمور اللي بيقدمها ليها، إن هي بيقدمها ليها من أجلها هي نفسها، وبرضو بيريد تقديره لذاته هو، فهو ما بيحبش التذمر بتاع الزوجة وشكوتها المستمرة والدايمة من بعض الأمور اللي بيعملهاش يعني بالشكل المطلوب. في الحالة دي بيشعر بأن هي حاجة بتقلل من قيمته، الأمر اللي هو بيزيد من أحباطه تجاه علاقته بشريكة حياته. آخر حاجة هنقولها إن بيشعر الرجل بالأمان لمجرد فهم زوجته لشخصيته وإحساسها بيه من نظرة عيونه. نتمنى إن إحنا نكون قلنا في الحلقة دي يا أحمد أهم الأمور اللي بيرغب الزوج من زوجته معرفتها ومن غير ما يلفت نظرها أو ينبهها لذلك الأمر. خلصت حلقتنا النهاردة من أزواج وزوجات، على وعد بلقائكم في حلقة جديدة إن شاء الله هنقدمها لكم أنا وزميلي أحمد سامي متولي زي النهاردة في موعدنا. استنونا في حلقة جديدة من أزواج وزوجات، ولو عندكم مشكلة ابعتونا على صفحة راديو الأهرام على الفيسبوك وهتلاقوا الحل عندنا. كل يوم أربعة مع أحمد وريهام على راديو الأهرام. وآدم بدأوا حياتهم بمشكلة كبيرة، ومن يومها والمشاكل بينهم ما بتنتهيش. لو متجوز أكيد مريتوا بالتجربة دي. مصروف في البيت، الولاد عايزين يروحوا النادي، الغيرة، حماتك مجنناكي، حماتك مش عاتقاك، جوزك ساكت على طول، مراتك رغاية. تعالى هتلاقوا الحل عندنا في أزواج وزوجات. أزواج وزوجات.